جمعية ازدهار للمغتربين في فرنسا بالتعاون مع مؤسسة بصمة شباب سوريا ومجلس مدينة اللاذقية أسر الشهداء في مدينة جبلة وريفها تقديرا لتضحياتهم الغالية التي قدموها في سبيل عزة الوطن وكرامته. قدمت جمعية ازدهار للمغتربين في فرنسا بالتعاون مع مؤسسة بصمة شباب سوريا ومجلس مدينة اللاذقية معونات عينية وغذائية لأسر الشهداء في جبلة وريفها ضمن حفل تكريمي في ثقاف جبلة تضمن عروضا وكلمات للمشاركين. المشاركون أكدوا أن هذا التقديم رمزي وبسيط قياسا بما قدمه عوائل الشهداء. المغتربين السوريين بفرنسا اللي هن حملوني امانه لوصلها لاسر الشهداء ولجرحى الجيش العربي السوري تحديدا، تضامنا من اخوتنا المغتربين السوريين في فرنسا اللي حبوا يقدموا لهم هديه بسيطه تعبيرا عن الشكر والوفاء. بدورهم اكد ذوو الشهداء انهم مستعدون لتقديم كل ما يملكون في سبيل الوطن ورفعته، آملين ان تزول هذه المحنه عن ارض سوريا الحبيبه. إن شاء الله بإذن الله الجيش العربي السوري منتصي. الله يحمي هالبلد ويحفظ حدوده ويرعى جنوده. من مدينة جبلة، باسم عباس، تلفزيون الدنيا.